يعني بداية حياتي أني قعدت بالبيت فترة لحد ما جتني قسمة. طبعا وهذا الولد هو بالمنطقة بعد فرعين عن بيتنا، كنت أشوفه دائما بالمنطقة، هو مي يشوفني فهو انعجب بيه، راد يحكي وياي أكثر مرة. أنا دائما أروح أتسوق، يعني كل يوم ويا مثلا يوم بين يوم ويوم أروح أتسوق. هاي عمري كان تقريبا 17 سنة، فحكى وياي يعني اريد يتعرف علي، شو اسمك شاي؟ قلت له انا اذا تريد دولاك اهلي وتعال اخطب، انا ما اقدر احكي وياك. هو سال علينا ظاهر هيك يعني، فاجوا تقدمونا وقبلوا اهلي لاني يعني قاعده بالبيت. فتزوجنا. هو بالبداية كان يعني مهتم بنفسه بجسمه بالرياضة، يعني تصوري باليوم يلعب رياضة 7 ساعات، يطلع من الصبح يجي هو شو وقت ما يعجبه، هاي يعني وأنا أشتغل بالبيت. فأنا هذا الشيء كان كلش أغار من هذا الموضوع، أنا تعلقت بيه وحبيته، فصار بيناتنا مشاكل. بس يعني عادي نرضى ونسكت وهاي. عايشين احنا، هو يشتغل بس شغله هيجي على قد حاله، يعني اشياء بسيطه، وابوه موظف، امه لا قاعده بالبيت، واخواته بالمدارس، وعنده اخ بالمدرسه. هو ما كمل السادس اعدادي، منتهي بالرياضه، يلعب همتين هاي مال كمال اجسام وعنده بطولات. شوفي احنا عندنا الزواج كانه نعتبره فد شيء فطري، يعني او شيء مسلم به، مجرد انه احنا وصل مرحله، وصلت البنت الى مرحله او الولد الى مرحله عمريه معينه، خلاص هو صار عنده القدره انه يتزوج، فيتزوج هنا فقط يخلون ببالهم انه القدره الجسديه او البدنيه او الجنسيه. الزواج مو هالشكل، الزواج هو موده ورحمه، هو انه تسكنين الى شخص مدى الحياه. لازم تكون النيه هنا انه اني حسكن مع شخص اخر، الشخص الاخر ومدى الحياه، اكون خلي ببالي انه مدى الحياه. احنا ما نعرف بعدين يصير مدى الحياه او لا، يعني هذه ما مضمونه، لكن اني بالنيه انه اكون اني اذا اقدم على الزواج فالزواج لازم يكون مدى الحياه. الزواج يحتاج ل يعني اشخاص يتحملون المسؤوليه، انا مو اي شخص خلاص انه ها هي يعني شافني واعجب بي واني اروح للبيت واخطبني وخلاص، يعني كافي. احنا مع هذا نقول انه هو جيد انه شخص انعجب بها وهي وافقت عليه ويتزوجون، لكن عندنا مشكلات، احنا عندنا مشكلات قبل الزواج، المشكلات هذه ما عندنا نقدر احنا نحلها، لذلك نشوف الطلاقات كلش هوايه وبعد فترات كلش قصيره من الزواج. انه الاشخاص اللي دا يتزوجون ما دا يعرفون مؤهلاتهم، ما دا يعرفون مؤهلاتهم للزواج، لان يعني الزواج هو شراكه، هو مسؤوليه، فمو كلهم دا يتحملون المسؤوليه. يتصور انه خلاص انه هذه اعجب بها راح يتزوجها، والزواج هو لقاء جنسي او العفو يعني تناسلي فقط. المسؤوليه كبيرة، وخاصة حاليا يعني كل ما يتعقد المجتمعات تتعقد، كل ما المسؤوليات تكبر. يعني يمكن احنا آبائنا من الزوجة زوجة وزواج تقليدي، ويمكن اكثرنا عندهم اطفال، يعني العدد كان كبير من الاطفال، تمام، لكن الزوجة وبقوا لفترات طويلة، الطلاقات كانت كلش قليلة، يتدخلون الأهل إذا صارت أي مشكلة يتدخلون ممكن يحلوها، ما كانت أكو مشكلات معقدة. حاليا المشكلات جدا معقدة، يعني خاصة التكنولوجيا اللي دخلت عقدت الحياة الزوجية أكثر وأكثر. يعني الزوجة قامت تشوف اللي حتى المتزوج في قارة أخرى،
الزوج ايضا يشوف الفتاه اللي هي او الزوجه في بلد اخر. هذا تصير متطلبات كلش كثيره، يعني ماكو قناعه، متطلبات كلش هوايه. يعني انا البعض يجيني انه يريد من زوجته ان تكون هي مثلا وحده من الايدول اللي ماخذها مثلا ممثله او وحده مشهوره يريدها مثلها. ما ممكن، انت ما موفر لها كل شيء، انت يعني حتى تكون مثل الايدول اللي عندك. فهذه المشكلات مثل ما قلنا تعقدت. ويعني فتره الخطوبه ايضا هي كلش مهمه، كلش مهمه فتره الخطوبه بين الاثنين. لكن احنا مجتمعاتنا مثلا عندنا البعض مثلا فتره الخطوبه ما يقبلون فتره الخطوبه، راسا لازم تعقد لان ما يصير تقعد يمه. اوكي عقدت مو مشكله، لكن بعدهم ما متزوجين. بهذه الفتره ما يخلوهم يعطوهم حريه يطلعون، ما يعطوهم حريه يتفاهمون. الاشياء الاخرى ايضا في فتره الخطوبه ممكن انه كل واحد من الطرفين يطلع احسن ما عنده، فيظهر للاخر، يعني ما دا يتعامل بحريه، ما دا يتعامل باريحيه قدام الطرف الاخر. مجرد انه يريد يصير او يريد يكون بنظر الاخر هو الشخص المثالي، خلاص حتى اني اقرب الزواج وامشي الزواج والطرف الثاني يقبل علي، لازم اكون اني شخص مثالي امام الطرف الثاني فيقيم الزواج. لكن بعد الزواج بعد تسقط هاي الاشياء المثاليه. دائما عندك الاهمال بين الزوج والزوجه، دائما يكون اكو قصور بالحياه الزوجيه بين الطرفين، ما ادري ليه الاهمال بين الزوج او الزوجه. فبالعاده انه بالحاله اللي سمعتها قبل شويه انه الزوجه انه حست انه اكو اهمال من زوجها لانه اهتم بنفسه اكثر ما يبدي يهتم بيها، هذا يولد حياه زوجيه، يولد انه حاله فتور يصير بين الزوج والزوجه، ويؤدي الى الاهمال وتؤدي الى تبعات اخرى. يعني الحين طلقه بعدين. هاي الفتره انا صار عندنا بنيه بقت مشاكلنا على الرياضه، لان هو يروح يسافر يروح عنده شيء يعني هاملني، فاغلب الوقت انا يم اهلي، ويعني من يجي هو ما نشوفه هواي يعني وبته. يحاسبنا على البنية وهو ما مهتم بيها، يعني البنية كبرت صارت يعني 3 سنوات احنا هذا وضعنا. فصار الفترة اللي يعني قبل لا يصير المشاكل صار من يعني نتعارك يضربني، وشوي شوي يعني عصبيته زادت، وانا ادري بي عصبي ويتعارك وهاي وياي، بس عصبيته زادت الحد مره يعني ضرب ايده بالحائط، وايده يعني صار بها رضوض وهيك شيء، ضربه قويه. فاني يعني انا خفت وبنتي خافت، فاخذتها ورحت لاهلي زعلت. هاي الفتره انا من زعلت هو ما له شغل بيا وما يسال علينا، يتحجج. اجى لقى بنت بالشارع، انا اقول بنت يعني هي بنتنا اثنيناتنا اكيد، بس يعني قد ما هو ما مهتم بيها فاقول هيجي. يشوفها بالشارع يجي يحاسبني، ليش طالعه بالشارع البنيه، ليش تخليها بالشارع، ليش هيجي ما مرتبتها. قلت له انت هاملها اصلا، انت هاملنا اثنيناتنا. ف يعني ما اهتميت له ولا هو يعني، فعادي مكمل حياته هو. بس هاي الفترة أنا بقيت عند أهلي، يعني هو شبه هجرني أنا وبنتي. كل فترة مثلا يدزون واحد من أهله أو يجون أهله علينا، ما نقبل يعني أنا أرجع، لأن هذا هو وضعه وأنا ما عاجبني وضعه. أكيد، بس يعني هو شخص رياضي، يعني مو شخص مثلا اللي تكلمت عليه، هو مو شخص دي يمارس الرياضة كهواية. نانا لو الشخص هذا دا يمارس الرياضة هواية ولي بالشكل المفرط، هنا أنا نقدر نقول لا، يعني هنا أنا لازم يعني ينطب حق الزوجة أكثر. هو عنده مهنته، المهنة رياضية، يعني يمكن دا يتعاش من عندها. لكن مع هذا مهما كانت مهنة الرجل سواء رياضة أو غير رياضة، لازم يتحق الزوجة،
يعني حق الزوجة لما يكون بالبيت، من يجي للبيت أكو شخص مثلا يمكن يشتغل 16 ساعة، لكن مجرد يجي ساعة واحدة أو ساعتين للبيت ممكن إنه يعوض زوجته ويعوض أطفاله. وأكو شخص متواجد بالبيت 16 ساعة وهو ما متواجد مع الزوجة، يعني بعيد عنها، هم ساكنين في نفس البيت لكن هم بعيدين بالأصل. فمو تتحدد الاهتمام يتحدد بالفترة اللي يقضيها يم الزوجة، ولا هي حتى الزوجة مو بتتحدد اهتمامها بالفترة اللي تقضيها يم الزوج، لكن تتحدد بأهمية الوقت وشلون نستغل الوقت حتى يعني يرضي الطرفين. يعني احنا سامعين يمكن بالطلاق العاطفي، سامعة بالطلاق العاطفي، الطلاق العاطفي هم اثنين متواجدين في نفس مكان، نفس المكان متواجدين، الطلاق الصامت نعم، المتواجدين بنفس البيت لكن هم أغراب جدا عن بعض، عايشين مثل أخوة، ممكن يكونون حتى السرير مالتهم منفصل، وبعض الأحيان ينامون في نفس السرير، ولكن هم لا يوجد لا مودة ولا رحمة بيناتهم. هو هنا احنا عندنا الزوج الأب، يعني لما نصير أي شيء على الأطفال يقولوا لها جهالك، من يريد من عندها شيء يقول لها جهالك، ولما هي يعني يصير شيء على الأطفال يقول لها جهالي، أنت مقصرة على جهالي. فش وقت ما يريد يكونون جهالة وش وقت ما يريد يكونون جهالة، هي لمن يسوون أي شيء أو ضوضاء بالبيت سكتي جهالك، ما يقول يعني أنه هو يعني واحدة من واجباته أيضا هو يشارك بالبيت ويشوف ليش أطفاله مثلا دي يسوون هذا الشيء. يعني أنا واحدة من المراجعات مالتي بالعيادة اثنين متزوجين، ومتزوجين كانوا على يعني حب متزوجين، ورا فترة صار أكو فتور بالزواج، الزوجة بدت يعني تقريبا يجي ثمان سنوات هما سوا، لكن الزوجة بدت تهتم بنفسها، بدت تكمل، هو كان راضين وكملت البكالوريوس وكملت الماجستير وصار عندهم طفل. هنا هي الزوجة أيضا يعني بدت إنه ما تريد أطفال بعد. أنا ملتهية بعملي وملتهية وكذا، وأني وضعي المادي ما يسمح، فهو كان يريد أطفال يعني تمتنع. الطفل طبعا هي عايشين بالبداية عاشوا مع أهل الزوج، هنا التدخل طبعا أيضا يفسد الزواج، تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة اثنيناتهم إذا دخلوا رح يفسدون الزواج. فالطفل عندهم طفل يعني اعتقدوا إنه هو هذا الطفل عنده مشكلة نفسية، فهو ما جايين أساسا، ما جاويهم على مشكلتهم، وما جاوي دا يراجعون على مشكلة الطفل اللي هو كلش هايبر، ما ينتبه، ما عنده تركيز، فرط حركة، يعني وين ما يروحون دا ينزعجون من عنده، بالمدرسة يشتكون من عنده. لما شفنا الطفل هو ما عنده هذا اللي احنا نقول ADHD، يعني فرط الحركة ما عنده، لكن عنده اضطراب السلوك اللي هو قريب، يعني يكون كل أعراضه مشابهة تقريبا أو متقاربة للفرط الحركة. يصير الأطفال ينصابون بهذا الاضطراب السلوكي نتيجة المشاكل اللي دائما الأهل في حالة مشاكل يلتهون عن الطفل، ما ينتبهون شنو دا يريد، فهو تعود إنه شلون يجذب انتباههم، يسوي أشياء عدوانية، يسوي أشياء مضادة لهم، يسوي أشياء يعني متعمدة، نعم متعمد بيها حتى يجلب انتباههم.
هذا التعود انه يجلب الانتباه بهذه الطريقة صار سلوك. ايضا بالمدرسة هو الأدوانية اللي تعلمها بين الأم والأب، الكلام الجارح والصراخ والمشاجرات، هو وين يسقطها؟ بدأ يسقطها بالمدرسة، هو بعد سنة يعني أول ابتدائي قام يبدي صار يتنمر على غيره من الأطفال، فيسقط كل شيء اللي الأدوانية اللي بداخله اللي دا يكتسبها من البيت ليسلطها على الطلاب بالمدرسة. فهذا هو مو احنا نجي نعاقب هذا الطفل، الطفل اساسا هو ضحية. ضحية الام والاب بسبب المشاجرات. احنا هنا مرات يكون الحل الطلاق يكون افضل. اذا ما لقوا حل سريع لمشكلتهم يكون الطلاق هو يكون افضل الحلول. افضل بالنسبة حتى للاطفال، رغم انه هو ابغض الحلال. وايضا يعني احنا نقول دائما الاطفال يحتاجون الى الام والى الاب، ما يحتاجون طرف واحد. وكل ما يكبر الطفل احتياجه الام والابو للطرفين يكون اكثر. هاي الفتره يعني شغلت نفسي، ونفس الشيء احب اروح اتسوق لاهلي، فبالسوق تعرفت على ولد محترم واسولف وياه، وحتى يعني صار بيناتنا اتصال على شنو يبيع شنو هاي، فأتواصل وياه وقال ليش ما تضيفين الفيس، ويعني شوفني دائما يعني ضايجة ومكتئبة أضيفك بجروب، وإحنا جروب بنات وولد وهاي، وتسولفين ويانا نتشارك أشياء وهاي يعني حلوة. فضافني بالجروب وصرنا يعني شلون الجروب مثل العائلة، يعني نسولف وأعرف قصصهم وهم هم يعرفون قصتي، وهم يعني نصحوني ونصحوني أرجع إليه ونصحوني إنه أغير من يمه، بس ما أخذت أنا يعني بكلامهم لأنه ما أشوف المقابل بشيء. فيوم قالوا احنا راح نسوي سفره واذا تحبين تجين ويانا سفره للزوراء، طبعا البنات كلهم يجون وهاي، فاني كيفت فرحت. بيوم هاي اريد اريح للسفره يا صارت مشكله، اجى زوجي شافني طالع قال وين رايحه؟ قلت له رايحه للصيدليه. قال هيش يعني من وقت راح الصيدلية؟ قلت له إيه، أريد أجيب لي علاج. قلت له شو تريد؟ قال أريد أشوف البنية. قلت له نايمة هسه، تعال العصر. راح وأنا هم رحت. رحت أني طبعا صعدت نفرات لأنه يعني ماندل، فعن نفرات صعدت أي، وشفت المجموعة وكان يوم كلش حلو. ورجعت أني ترى هو جاي وراي متابعني وهاي، وصارت عركة كلش كبيرة، وتكذبين علي وانتي رايح طالعة ويا الولد وانتي هاي، يعني ما يفهم هذا الشيء. فمنها أنا قلت له خلاص بعد انت لازم شوف حياتك وأنا أشوف حياتي. يقول انت خنتيني، هو أنا خنت بشنو؟ هو جروب يعني، هو جروب واللي صارت فقرات يعني هيك يسوون هيك، يعني شلون نسولف نلعب هاي الأشياء قاعدين ونسولف. وكان حتى سفرة سوينا أكل وهاي، صح موجودين ولد وبنات، بس هو بعد يمكن أنا انشذبت عليه. بالنسبة للقانون العراقي عالج أكثرية المسائل من ضمن الخيانة الزوجية، القانون العقوبات 111 سنة 1969 المعدل، المادة 377 أولا تخص الزوج بموضوع الزنا، موضوع الزنا واللي يؤدي إلى الخيانة الزوجية، خيانة الزوجية الزوجية. وهذا بالعادة محكمة كقانونية كمحكمة إنه الزوجة أو الزوج يقيم أمام محكمة التحقيق، أمام محكمة التحقيق بعد ما توفر عنده شروط أدنى مثل صور أو تسجيلات أو يعني صور أو تسجيلات أو مثلا أو أدلة معينة تثبت أن الخيانة مو بضرورة تكون خيانة زوجية من الزنا وكفراش الزوجية، لا، وإنما مثلا
الإلكترونية مثلا عن طريق الواتساب أو الفيسبوك أو البرامج اللي موجودة عن طريق الميديا اللي موجودة عندنا حاليا. فهذا الأثر إنه المحكمة تبدأ تتحقق، تتوسع بالتحقيق، تتوسع بالتحقيق الآن توصل نتيجة معينة، هل توجد فيها خيانة زوجية أو لا توجد خيانة زوجية، وعلى أثرها تسوي الزوجة أو الزوجة تقيم دعوة بحو بالمحاكم الحوالي الشخصية، قيمها تفريق للضرر مادة 40 ثانية اللي تخص هي الخيانة الزوجية، بعد ما أن تثبت الدلائل متكاملة تكون متحصلة أمام المحكمة، على أثرها تقدر المحكمة تتجه أنه توجد هناك خيانة زوجية بين الطرفين أو الزوجة، تمام؟ هاي بالنسبة للخيانة الزوجية اللي تولد سبب الخيانة الزوجية بالعادة دائما تكون عندنا هو سببها الإهمال وعدم الانسجام بين الطرفين، وبالأصح نقدر نقول الإهمال بين سماحة الحالة اللي موجودة، أكو تفاوت بين الزوج والزوجة إنه مثلاً هو ما مكمل أو هي مكملة، هذا دائماً يولد حالة فردة فعل داخلي بين الزوج، مثلاً إذا زوجته مكملة مثلاً إنه هي كتحصيل دراسي أفضل من عنده أو كعمل هو ما يشتغل، هذا يولد إنه فردة فعل إلها إنه مثلاً أما يؤدي للإهمال أو الخيانة. إحنا هنا لا نخطئ ولا نقول صح، لكن الفراغ العاطفي اللي يتركه الزوج، كل زوج يترك فراغ عاطفي عند زوجته خليه يتوقع انه ممكن انه تمليه هذه الزوجه، وخاصه بهذه الاعمار، عمر يعني عمرها بعد يمكن بالعشرينات بدايه العشرينات، راح تملي الفراغ العاطفي، تريد تملي الفراغ العاطفي. الفراغ العاطفي اللي ملته هي عن طريق هذا الجروب، احنا ما نقول صح او خطا، لكن هي رادت تملي العفو المساحه الفارغه اللي ما قدر هذا الزوج يمليها. فلو هي عندها هذه المساحه مليانه ما كان ممكن انه تدور خارج بيتها، تدور على العاطفه وتدور على الحب والاهتمام، يجوز مو حب، مجرد الاهتمام يعني. فشافت الاهتمام من هذا الشخص. لكن احنا بنفس الوقت نقول انه حاليا لازم نحذر انه مو اي شخص ممكن برا يحكي ويانا ويدخلنا بجروبات او نروح سفرات، يمكن هي مثل ما حضرتك قلتي محظوظه انه هو طلع جروب حقيقي، لكن ممكن تكون جروبات غير حقيقيه، جروبات ممكن بالبدايه يظهرون انهم حقيقيين لكن بعدين جروبات استغلال، نعم استغلال، فممكن يستغلوها، ممكن حاليا احنا نخاف من الادمان والمخد على المخدرات، ممكن انه مثلا تاخذ اي شيء، يعطوها اي شيء من المخدرات وتدخل في مشكله اكبر. فاحنا حتى لو نريد نملي الفراغ العاطفي لكن بحذر، لكن يكون حذر وحسب القيم والعادات اللي يمليها ان مجتمعنا، فتكون مرضيه يعني. مو احنا حنحكي بموضوع بالعرف، نترك القانون شوي، احنا مجتمع عشائري، يعني احنا مجتمع ما من موقع يعني الزوج يقبل انه زوجته تطلع ويا جروب وتطوب وتطلع، هذا من باب العرف العشائري، او احنا كمجتمع شرقي ما نتقبل هذا الموضوع بصوره كامله. يعني مثلا انه زوجته يسمح لها تطلع وتطب، ودليل هي كذبت عليه، لو انه شايفت الموضوع سهل وموضوع انه جدا طبيعي انه هو كزوجه انه طالعه ما تكذب عليه، تقول انا طالعه ويا اصدقائي وتعرفت عنه عن طريق الجروبات، بس هي عرفت انه هذا خطا مو صحيح، ما يصير كان ما المفروض تقوم به، ادت الى انها تكذب، وادت الى هذا الموضوع، الموضوع انه هي طلعت ويا الناس وطبت وطلعت وقعدت وهو ما يعرف، الى ان لقى في هذا الموضوع، هذا يولد انه هو باعتقاده انه اكو خيانه زوجيه، تمام؟ بس هي كانه نقدر نقول يعني نقدر نقول انه كخيانه زوجيه ما متوفره خيانه زوجيه بهاي الموضوع، انه اكثر من شخص موجوده بنات طالعه ويا بنات واكو كم شخص ولد، بس هو عرفيا من باب العشائر المجتمع انه ما تقبل هاي الفكره كليته، والدليل انه هي الزوجه كذبت عليها. لما نصير اكو اصلاح لهذه الثغرات ويقعدون هم بيناتهم يصارحون الزوج والزوجه، اني شنو اللي مطلوب من عندي؟ شنو حقوقي؟ وشنو واجباتي اتجاهك؟ وهو ايضا يقول لها شنو اني اريد من حقوق وشنو واجبات اللي علي. هنا يسوون مثل قائمة ممكن اللي احنا هسه بالعلاج النفسي نسويها،
مثلا اثنين يجون عندهم مشكله زوجيه، فيجون طبعا انت اذا ما سمعين الطرفين ما ممكن تحكمين، يعني اذا سمعتي طرف واحد لح دائما يخطئ الطرف الثاني. فاحنا نسمع الطرفين، علينا نسمع الطرفين ونسوي لهم ايضا جروب علاج جماعي، وكل واحد من عندهم يكتب لنا شنو الواجبات اللي يريدها او الحقوق اللي يريدها للثاني، والثاني ايضا يكتب الحقوق اللي يريدها. نيجي على الطرف الاخر، ايش قد هو مسوي من حقوق، ايش قد مسوي من حقوق اتجاه زوجته، ايش قد ملبي لها من هاي الحقوق. ايضا نيجي على يعني اذا هاي الزوجه واحنا نيجي على الزوج، ايضا ايش قد انت ملبي لها من هذه الحقوق، وشنو الاشياء اللي بعدها تعتبرها يعني تقصير، وش قد التقصير، حتى نعرف هنا اذا اكو تقصير في بعض الاشياء اللي هو يتطلبها الزوج او تتطلبها الزوجه، نعرف يجوز اكو اسباب مقنعه بعدين، يجوز اني قصرت بحقك بهذه الشيء لان اني مثلا عندي الامكانيه الماديه، ممكن الحاله الصحيه، ممكن اكو اشياء تظهر هم ما منتبهين عليها، فنسلط عليها الضوء حتى يعني كل واحد يكتشف شنو اللي عليه وشنو اللي إله، هو هذا حتى يقرب الثغرة أو المشكلة أو التباعد بين الزوجين. نعم، فيعني مثل ما قلتي إنه هجرها، هو هجرها، لمن هجرها رح يصير برود، البرود هنا لما تكون هي بعيدة عنه ممكن إنه تكون باردة تجاهها لحصير، فرح تلقي نفسها يمكن تقدر تستغني، فرح يصير هنا الاستغناء عن الزوج، وكذلك هو أيضا الزوج رح لما تكون دائما هي بعيدة عنه ممكن إنه هنا رح يقدر يستغني عنها، فالاستغناء معناته برود صارت بالعاطفة، برود بالحالة الزوجية، برود بكل شيء يعني قائم عليه الزواج. فالمشكلة صارت كلش كبيرة وخلتني إنه أنا لازم أطلق من يمه، وأبد لا طلق ولا شيء، وما سوان أي شيء أنا وبته، فعفت هماتين هملته وعايشة حياتي، بس سمعت بيه متخربط بالتمرين ومانعينه، لأنه ما أدري يعني كان وضعه يعني شلون مريض ولازم ما يكمل بعد، فهو كلش انتكس هاي الفترة. يعني نصحوني قالوا ليش ما تروحين تسألين عليه تعبان وهاي، أنا رحت صراحة، رحت من رحت شفت يعني صدني، ما رادني أتقرب ليل وأحكي وياه وهاي، قلت له بعد هاي ما دام أنت هيجي راح خسرتني أنا وبتك، أنت أصلا خاسرنا، وهذا يعني موقفك أنا يعني بعد ما ارجع، وشو وقت ما هاي تطلقني يعني ما اريد اكمل وياك. هو هاي الفتره مكمل السادس وداخل كليه طبعا، وصار زين بدراسته وهاي، ما ادري يعني اي شيء بيه، بس سمعت يعني هو قبل لا يتخرج بقينا يعني هاي السنوات، وانا هاي وضعي وعد اهلي ورادوا يخطبون له. أنا انصدمت يعني شلون عرفنا من واحد جاي يسأل عليه بالمنطقة، يريد هو هذا أبو البنية، فقالوا له هذا ترى متزوج وعنده بنية، فانصدموا هم الناس ويعني تفركشت زواجتهم، وإجوا ويحشون علينا إحنا إيش علينا، والناس سألنا، ومن يومهم عرفنا هذا الموضوع. فبعد أهلي قالوا هو لازم يطلق، هو شنو يعني راح يعني قشمر بالناس ويريد يتزوج وتريد مخليك معلقة. فأنا رحت اشتكيت عليه بالمركز، قالوا لي روح للمحكمة، يعني هي هم فهموني شنو أسوي، خليت محامية وقلت لها هو هاجرني وأنا أريد أطلق، بس أريد أطلق من يمه، ما أريد لا مؤخر ولا شنو المؤخر، هي 5 ملايين يعني، ومين يجيبها أصلا، هو طالب يدرس يعني راح تصير هوسة عليه.
وبنته ما اعرف شلون يجيبوا لها نفقه، قالت لازم نفقه لها يعني اذا انت تتنازلين. فالبنيه شلون يعني ما نصحتني انه اتنازل عن الحقوق مالتي. بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه 188 لسنه 1959 المعدل الخاص ماده 43 ثانيه اللي تخص بالتفريق للهجر، هو هجر الزوج زوجته لمده سنتين دون اي عذر شرعي مستمر، تمام؟ انه الزوجه تنهجر من زوجها مده سنتين تمام او اكثر، هذا يتحقق الهجر اللي يصير بين الزوج والزوجه، على اثره تقدر الزوجه تقيم دعوه تفريق للهجر امام محاكم الاحوال الشخصيه وتحصل بموجبها قرار بعد ما تثبت بموجب البينه الشخصيه وانه تاخذ قرار للتفريق للهجر. هذا بالعاده بعد ما المحكمه تتوسع بالتحقيقات، التحقيقات اللي تكون اثناء المرافعات بين الزوج بين المدعى والمدعى عليه، تمام؟ اول موضوع تتوسع به عن طريق التبليغات القضائيه اللي تصير للزوج، تمام؟ بالعاده اذا يكون الزوج دائما انه حتى يكون تتوفر شروط التبليغات انه يستلم الزوج المدعى عليه او احد اقاربه بصفه يعني رسميه انه التبليغ، حتى هاي تعبر هاي مرحله المحكمه. ثاني شغله تبدي المحكمه تتوسع بتحقيق تحقيقات الهجر، انه يعني مثلا يشوف الزوج هو موجود او متوفي، اذا مثلا ما حضر للمحكمه تكون الدعوه غيابيه بحق المدعى عليه بعد ما يكمل التبليغ، تمام؟ فبهاي الحاله وراها انه المحكمه تبدي تتاكد انه الزوج داخل العراق خارج العراق ميت، هذا الموضوع يفرق بالهجر، يعني هاي تفرق بمواضيع الهجر. ثاني تبدي المحكمه تطلب من الزوجه بينه شخصيه تثبت للمحكمه انه هو الزوج تارك لمده اكثر من سنتين، يعني على اثر هذا الموضوع بينه الشخصيه اللي تثبتها وبعد تكمل اجراءات التحقيقيه للمحكمه وانه يصير التفريق للهجر. في بعض الاحيان بدات محاكم التمييز تحضر محاكم التمييز تصدر منها قرارات انه الهجر قد يكون مو فقط فراش الزوجيه، انما مثلا حتى قد يكون انه مثلا انه الزوج اذا اجى انه شاف زوجته او اجى سال عليها انه يظل يدز لها مصرف، وهذا الموضوع راح ما يتحقق الهجر، تختلف هنا حيبدي ما يتحقق الهجر. هذا سبب هذا الموضوع انه حتى تحافظ على العائله، انه تحافظ على الاسره، ما توصل مرحله الطلاق والتفريق، تعرف ان التفريق راح يكون بينه وبين الزوج اطفال، وهذه الاطفال هي راح تكون بالمحصله النتيجه النهائيه راح تكون تتاذى بهذا الموضوع، موضوع تفريق الزوج والزوجه، تمام؟ فبتبدي بدات محاكم التمييز تصدر عده قرارات انه مثلا الزوج اذا كان يدز مصرف او يدز فلوس او يكون يسال عليها بصوره مستمره دون انقطاع، تمام؟ هنا ما راح يتحقق الهجر نهائيا، ما حتفقد شروط الهجر بهذا الموضوع. يعني عندنا امثله كثيره انه مرات انه الزوج انه الزوجه الزوج يجي للمحكمه بعد ما يتم تبليغه ويجي يقول انه هو بالضبط انه هاجر زوجته كفراش زوجيه، تمام؟ دون اي عذر ومده اكثر من سنتين، بس يثبت للمحكمه انه كان هاي خلال هاي السنتين او الاكثر يثبت انه كان يدز لهم مصرف وكان يجي يم البيت ويدز المصرف، او مثلا يدزها بيد واحد يدز لها مصرف لها ولا للاطفال دون ما تقوم هي دعوه نفقه انه يدز لها مصرف، تمام؟ وهذا يثبت ايضا هم بينه شخصيه، انه يجيب البينه الشخصيه انه يثبت انه للزوج انه كان يقيم يدز مصرف لزوجته عن طريق البينه الشخصيه، على اثر المحكمه بعد ما تتاكد من التحقيقات هنا راح يكون قرار القاضي انه يا اما يقنع للهجر او خلاص يرد دعوه الهجر وما يصير دعوه الهجر بين الطرفين، فتبقى الحياه الزوجيه مستمره، العصمه بيد الرجل. الطلاق بيد الرجل. انه العصمه الزوج لازم هو يرفض الطلاق. اذا مثلا صارت مخالعه او مثلا صار التفريق يعني ايقاع طلاق او مثلا الزوج يجي يطلق زوجته امام المحكمه فلازم يكون هذا، اما بالنسبه انه مثل الحاله اللي شفناها هاي هنا بصعوبه راح تطلق الزوجه لانه هنا ما عدا اي شيء يثبت اكو مثلا انه هجر او اهمال او وجود خيانه زوجيه، لانه هي عايشه ببيت وهي انه ما تعرف عنه اي شيء، هو كذلك يعني ما يعرف اي شيء، فهنا بهاي الصعوبه انه راح يصير اتفاق الا بحاله وحده يقدر تكون تساعده في هذا الموضوع، يروحون يم السيد يصير الطلاق بين طرفين يعني امام السيد امام رجل الدين، امام رجل الدين يثبت الطلاق وتثبت انه هي تتنازل عن شنو؟ عن حقوقها الشرعيه والزوجيه او ما تتنازل، وعلى اثرها بعد ما انه يوقعون ويجيبون الشهود يصير الطلاق بين الطرفين، يعني هذا بحاله انه اذا كنت اتفق، بس انه هو قال انه روحي اتطلقي من عندي امام المحكمه، هاي هنا بصعوبه راح تثبت، هنا بصعوبه راح تثبت الخلاف او بين الطرفين، يعني ما راح تثبت امام المحكمه انه اكو خلاف بيناتهم بصوره صحيحة.
الراي، حتى لو كانت عندها بينه شخصيه، قد تكون هذه الخلافات ما تسبب الا الطلاق بين الطرفين، فعلى اثرها راح ترد الدعوه وما راح يكون بيناتهم تفريق. المهم هو عاند وقال انا ما اطلق، تريد يعني خلي هيك يعني خلي تضرب راسه بالحائط هيك كلام. بس راحت عليهم هوايه يعني شلون لازم يروحون المحكمه يجيهم بلاغ، بس هو ما اجى. ما اعرف شلون هي المحاميه قالت لي انه انت بس سوت لي شلون سويت لها توكيل انا اجيب لك الطلاق، شلون ما كان اجيب لك اياه. جابت لي اياه والله والحمد لله انه خلصت. بس بقت البنيه قالت عن النفقه شو تقولين، يعني لازم نسوي هاي قضيه النفقه. انا اشوف وضع الصراحه والله اشوف وضع انه هو تخرج ما كان يعني تخرج هاي الفتره من صار الطلاق ماتي، بس ما يقدر يصرف على بنيه. بعدين شفته فتره اسمع اخبارهم قالوا يريد يتزوج، وهالمره صدق يريد يتزوج. قلت لا بعتها هي ما دام عنده فلوس يتزوج بها خليه يراعي بنته. فرحت لها نفس المحاميه وقلت لها سوي لي الاجراء وشنو يعني تسوين على مود تسوي لي نفقه، وهسه هي مشت بيها يعني ما اعرف شو وقت راح استلم شنو راح يصير. هنا بعد ما تطلق بين الطرفين، بعد ما يصير الطلاق بين الطرفين، الزوجه هنا بعد ما تستحق نفقه، فقط نفقه العده او النفقه الماضيه اللي هي مثلا سنه ست شهور، شوف المده اللي بقت بين بيت اهلها، تبقى هنا موضوع النفقه للطفله او الطفل، هذا موضوع حق الطفل حق ثاني ما له دخل الزوجه بيها، يعني هاي الزوجه مو من حقوق مو من صلاحيتها ان تتنازل عن حقوق الطفل كحضانه او كنفقه، هنا الزوج ملزم ان يصرف على ابنه بكل الطرق، لكون انه هذا الموضوع للامانه انه الزوجه هذا من هذا موضوعها من يكون الزوجه انه مثلا ما نقدر نقول احنا الكل نقدر نسبه بسيطه انه الزوجه من ما حتلاقي في جو ملائم للطفل تصرف عليه كنفقه ادي ايضا حتى لو مثلا هي مو حتى لو بعدها بذمته ادي للخيانه الزوجيه، الغايه من عندها حتى تكسب المال للطفله او الطفل اللي يكون موجود عندها. فهنا الزوجه لازم من تقيم دعوه نفقه امام محكمه الاحوال الشخصيه انه تقيم دعوه نفقه للطفل فقط، انه هي خلاص انتهت بعد ما عاد اي حقوق ويا الزوج بعد ما صار التفريق بين الطرفين، بعد ما الحقوق فتقيم دعوه نفقه من تاريخ اقامه الدعوه يبدي الطفل يستحق نفقه من الاب حتى يقدر ياخذ نفقه من ابوه وتقدر تصرف عليه. ايضا الزوجه احنا الطلاق يمر مراحل، يعني اول مرحله اي وحده يعني حتى لو كانوا هم يعني شيء متوقع الطلاق، لكن راح تمر المرأة بالصدمة الطلاق، توصل إلى مرحلة إنه ما تريد تتوقع ما تريد تتقبل الطلاق، يعني تعتبر للمرأة الطلاق يعتبر صدمة الكثير من عندهم. بعدين المرحلة الثانية في مرحلة الحداد اللي هذه اللي تندب حظها وتبدي تتألم وتبدي ممكن إنه مثلاً تراجع نفسها إنه أنا يجوز السبب يجوز هو السبب ليش هيك صار كذا كذا، تبدي تضوج وتنزعج من الناس الآخرين إنه هي تقول نفسها إنه أنا مطلقة بسبب يعني الوصمة. إحنا الوصمة هذه الوصمة المجتمعية موجودة للسيجما، ما تقدر ما تريد تعترف إنه هي مطلقة، يعني لأن مجتمعنا دائما خاصة يعني باللوم على المرأة، يعني دائما يتهم المرأة هي بسبب الطلاق، ما يقولون إنه هو الزوج ممكن إنه يكون هو أيضا طرف كلش كبير بالطلاق، مجرد إنه هو مثلا راح وقال لها تعالي رجعي وإذا ما رجعت تعتبر هي السبب. يعني هي مو مشكلة إنه يعني لازم ترجع وخلاص، يعني إذا رجعت انحلت المشكلة. فالمرحلة الحداد هذه مرحلة مؤلمة بالنسبة للمرأة، تعرف نظرة المجتمع من قبل حتى النساء ومن الرجال، وتصير يعني مطمع للرجال أحيانا، مطمع للاستغلال،
كذلك يعني اذا طلعت وراحت احنا هنا لانه طلقتي لا خلاص لازم يعني تكونين ها هي ما تطلعين ولا تلبسين ولا تتمكجين ولا ولا فتفقد حريتها اساسا. ف بعدين تجي المرحله الثالثه هي مرحله التقبل، تمر بيها وطبعا هي تختلف المرحله بالنسبه للرجل والمراه تختلف الفترات يعني اكو بيهم يقعدون فتره حداد كلش فترات كلش طويله، مرحله الصدمه فترات كلش طويله ممكن انه تدخل في الاضطراب يسموه اضطراب الاضطراب نعم هو اضطراب الكرب ما بعد الصدمه اللي هو من اعراضه الاكتئاب، فما ما تريد يعني تصير عندها انكار ما تريد تتقبل انه هي مطلقه، فهنا ممكن وممكن انه فتره الحداد ممكن يصير عندها اكتئاب وتنعزل عن الاخرين، تختلف من شخص الى شخص حسب شخصيه الفرد، اكو انسان لا يعني يمكن فتره الحداد تكون كلش قصيره ويرجع راسا يتكيف ويا الامور وتصير يدخل مرحله التقبل. مرحله التقبل هنا راح يعيد الانسان ويراجع نفسه شنو الاشياء اللي ممكن تعيده الى حياته الطبيعية. أكو البعض يصيرون أقوى أساساً حتى من السابق. هي يعني إحنا نقول مرحلة الصدمة ومرحلة كل مراحل الصدمة الإنسان يمر بثلاث مراحل. أكو بعضهم يطلع من الصدمة وتعتبر الطلاق أيضاً صدمة إحنا خلينا نعتبره. البعض يطلع من الصدمة كلش بحالة سيئة متردية. يفقد هواياته، يفقد أصدقائه، يفقد حتى ممكن إنه يفقد عمله أو حتى الشغف في العمل يكون كلش متدني. البعض الثاني يخرج من الصدمة مثل ما كان سابقاً، يعني شلون كان نعم لا المرحلة الثالثة يكون أحسن. المرحلة الثانية يكون ينعاد يرجع مثل ما كان قبل الصدمة، يرجع يمارس حياته الطبيعية. الثالث اللي هو ياخذ من الصدمه كل الاشياء الايجابيه ويسخرها بخدمته هو بمصلحته، يبدي يكون اقوى حتى مما هو كان قبل الصدمه لين يستغل كل امكانياته. فهذا الشخص الايجابي طبعا مو اي شخص، الشخص الايجابي اللي هو يخرج من الصدمه بحاله افضل. فهنا الزوجة مو تفكر فقط انه هي تملي الفراغ العاطفي او الاهتمام او تطلع بجروب وخلاص، هنا تقدر تهتم بالطفلة لان هي الطفلة اساسا. احنا الاطفال اثنين لمن يطلقون يصير التبني للام، فتهتم بالطفلة تهتم بنفسها، ممكن تروح تكمل دراسة، ممكن تلقي لها عمل، ممكن انه حتى هي بعدها صغيره ممكن انه حتى الزواج اذا فكرت بالزواج الثاني لا ضير ما بيها شيء بالعكس يعني فشيء جيد، لكن احنا هنا عندنا مخاوف دائما الزوجه من تتطلق الزواج الثاني تكون كلش حذره كلش تخاف من الزواج الثاني. انا هسه حالي يعني افضل يعني ما عندي شيء راضية بحياتي، الزواج ما مو مهم عندي لأن مهتمة بأهلي مهتمة بأمي أرعاهم، بنتي يعني انتبهت عليها أكثر، أنا من هذول اللي تعرفت عليهم البنات الجروب يعني أكو بيهم مثقفات متعلمات هم يعني علموني شلون أتغير أساعد بنتي أراعيها أربيها أكثر، فمهتمة بهذا الشيء يعني ما لأن الزواج صار عندي أصلاً يعني ما أفكر به ويعني ما يتقدموا لي مثل ما أنا أفكر، أنا أريد لي مثل شخص يفهمني يحبني يحرص علي وعلى بنتي يهتم بينا يعرف شنو الزواج مو هيك يعني يهتم بنفسه وما يهتم بينا. فإذا جيت شي رجال يعني ما أبيها شي حتى لو كان أرمل ومطلق له عده حتى أطفال بس المهم يفهمنا، وحياتي أنا راضية بيها هسه والحمد لله أفضل.
والله يعني أني أهلي يصرفون علي، ما أصرف على نفسي، بس أطلع وهاي الحمد لله هم يعني أبويا وأمي ما مخليني محتاج شيء ولا أفكر إنه أشتغل بمكان، هم موفرين لي كل شيء. طبعاً أنا يعني هو الزواج والطلاق وهذا موضوع كلش مهم، يعني إحنا دا نشوف كل شوية يراجعونها بالعيادة ونسمع أو من خلال المجتمع اللي عايشين به طلاقات كلش هواية، وخاصة الزواج يعني المبكر، الزواج المبكر يعني إحنا دا نشوف أكو يديجون عمرهم 14 سنة مطلقة وعدها طفلة أو طفلين. طيب شو وقت تزوجت هذه الطفلة؟ شو وقت يعني زوجت هي في مرحلة الطفولة أساساً؟ مرحلة الطفولة إحنا كل شخص كل مرحلة يمر بها لازم تنطي حقها. مرحلة الطفولة هي مرحلة إنه يكتسب الطفل الحنان، الحب، اللعب، يطلع الطاقة السلبية، يتعلم الأشياء الأساسية بالبيت، ياخذ يكتفي بالحنان والحب من الأهل. يجي مرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة أيضا ما تصلح به ما يصلح به الزواج، لأن أساسا هو مرحلة اضطراب، اضطراب هرموني، اضطراب نفسي. فكيف أنا أزوج بمرحلة المراهقة وأساسا هو أكو اضطراب هرموني، أكو اضطراب نفسي، بالإضافة إلى أنه حتى الزواج راح يعني مشكلات بدنية، مشكلات جسمية موجودة. فالزواج بهذه المراحل اساسا هو يعني خاطئ، وحتى لو يحلل الشرع او يحلل القانون، لكن احنا نبقى هنا متخوفين من الزواج بهذه المراحل، لان احنا وايد نشوف مشكلات دا تصير بهذه المرحله، وخاصه انه عمرها مثلا 14 مزوجه واحد عمره 16 او 18 او 17. طيب شو تعلم بهذه 17 سنه؟ احنا شايفين اولادنا يعني شو راح يتعلمون بال17 سنه؟ او حد الان هو متكل على امه، متكل على ابوه، ما بعده مراهق، بعده يعني هو لما يجي يفكر بالزواج ما يفكر بمسؤوليه، وش راح يصير ورا الزواج، ما بعد الزواج شلون حياته كذا، هو راح يفكر باشياء غريزيه. فدائما لما الولد او البنت لما يفكرون بالحياه بالرغبه او الغريزه ما راح يقدرون يبنون اسره متماسكه او متجانسه او يقدر يكمل. اعتيادي اكيد احنا راح نتوقع لهم يعني الطلاق، ومع الاسف يعني تصير هو الطلاق، احنا دا يصير عندهم ابناء والابناء مشكلات، ومشكلات يعني تتأثر مو بس الأسرة بها، اعتيادي راح المجتمع كله راح يتأثر. بالنسبة لأنه في الموضوع جدا مهم، هذا الموضوع ده يأثر على المجتمع بصورة كاملة، يعني بصورة يعني نسبة 90%، إنه من ده يكون يصير خلاف بين الزوج والزوجة، ده تصير تأثير كامل على الأطفال، على بين الطرفين. هنا راح يبدي يحاول الزوجة تحارب الأب عن طريق الأولاد. مثلا تمنعه من مشاهده، من يشوف اولادها بكل الطرق، سواء مثلا انه هي تكون مو بداخل مثلا بغداد او مثلا خارج بغداد، يعني كمحافظات تمنعه بكل الطرق. والزوج هنا هم يعني يخلي انه يبدي يقصر على اطفاله من ناحيه النفقه او من ناحيه المصرف للطفل، هاي بالنتيجه المحصله النهائيه هنا الطفل حيكون هو الضحيه بين الطرفين. يعني هذا الموضوع جدا مهم، هذا يولد حاله نفسيه للطفل بالمستقبل، هذا يبدي حتى من يتزوج راح يتعامل بنفس الطريقه اللي يتعامل ابويا امه. هاي موضوع احنا دائما ننتبه عليه بالحق، يعني نشوفه خاصه من تكون الدعم امام البحث الاجتماعي، ونشوف هاي الوضعيه انه النتيجه النهائيه المتضرر الوحيد من الطرفين لا الاب ولا الام، الطفل هو راح يكون ضحيه بين هاي الطرفين. فالمفروض انهم اكو اطفال بيناتهم، والزوج والزوجه دائما حتى لو ماكو حب اكو شيء اسمه موده ورحمه بين الزوج والزوجه. هذا الموضوع يساعد على انه يصير تفريق بصوره صحيحه او المخالعه بصوره صحيحه ما تاثر على الطفل، لانه هذا الطفل راح ياذي، يعني راح يتاذى بكل الحالات، لانه هذا نهائيا جيل راح يكون عمره طفل، بعده ما راح يكون واعي بصوره كامله بصوره صحيحه، سواء كان الزوج مخطئ او الزوجه مخطئه.